واحد منا معه قرين، قرين جني كافر، كل إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما لما لحقت به قال أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف أهل العلم، أسلم هو أي الشيطان دخل في الإسلام، أو أسلم منه أي لا يأتيني منه أذى. لكن كل إنسان معه قرين، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلام بعيد. لنا قرناء، كل إنسان معه قرين من الجن كافر، وهذا القرين الكافر هو الذي يوسوس لك ويؤذيك وكذا. هذا القرين لا يفارقك كما يقال، لا يفارق، فيعرف عنك دقائق الأمور التي لا تعرفها زوجتك ولا يعرفها أولادك ولا يعرف، يعني أولادك يعرفون أشياء زوجتك لا تعرفها، زوجتك يعرف أشياء أولادك لا يعرفونها، صديقك يعرف أشياء لا يعرفونها زوجتك ولا أولادك، زميل العمل وهكذا. هذا الجني 24 ساعة معك، فيعرف كل شيء عنك، فعندما يخبر عن ماضيك فهو طبيعي جدا، لأن هذا الساحر أو الكاهن أو المشعوذ أو العراف يتعاون مع الجن، الشياطين الجن، والجن الذي معك يتعاون معهم فيخبرهم عنك بهذه الأمور. والبعض ذاك يستغرب يقول أنت قبل سنتين رحت المكان الفلاني وعملت ورميت 100 فلس في ذلك، وشلون داره الجن اللي ما أقدره؟ وأخبره، الأمر سهل جدا يعني معرفتهم بهذه الأمور. على كل حال، فهؤلاء إذن لا يعلمون شيئا من الغيب، ولا يتكهنون، ولا يقرأون الفنجان يجدون فيه شيئا، ولا اليد فيها شيء، ولا التوقيع، إنما شيء يلقى في آذانهم من شياطين الجن فيخبرونك به.